أشياء إذا كانت موجودة في حياتك اعرف إنك عايش غلط. أشياء إذا كانت موجودة في حياتك اعرف إنك عايش غلط. هذا راح يكون موضوعنا اليوم. أهلا وسهلا بالأبطال، لا تنسى يا بطل كسر لي كبسة لايك، وزي ما دائما بنحكي بنعيد، بدك تكسب أجر علق وعمل كومنت، بتزيد الانجيجمنت، يعني بيعني هذا الكلام إنه في واحد ثاني راح يشوف الفيديو لأنك أنت تفعلت، فأنت بتكسب أجر وأنا بكسب أجر. أهلا وسهلا بالأبطال واطلع على بالإنترو. اهلا وسهلا بالشباب، شرفت يا ابطال، رجعنا اليوم بحلقه جديده من سلسله اللعبه. الشغله بسيطه جدا، اجب على السؤال التالي: هل انت انسان كذاب؟ اذا انت عايش غلط، واذا لا يعني يا لك، بس انا مش جاي احكي لك انت غلط واروح، انا بدي افهمك ليش لازم ما تكون كذاب وتكون صادق. راح اقول لك شغله واحده بس عن الكذب وانت راح تتفق معي عليها، انه هي واحده من اكثر الشغلات اللي مخلي حياتك صعبه. اذا انت كذاب حياتك صعبه، مش راح نناقش موضوع منتهي، لكن كيف ترتاح وكيف تصدق وليش. انت لما تكذب انت كذبت على الشخص الاخر، تمام، هاي متفقين عليها، انت اوهمت الشخص الاخر بحقيقة زائفة، فخلصنا من الشخص الاخر. بس انت الوحيد اللي عارف انك كذاب، انت الوحيد اللي عارف انه في عندك خلل، انت الوحيد اللي عارف انه انت مش قدها. ولما تظلك تكذب كثير ضميرك بيحكي لك انت كذاب، انت ما عملت اللي حكيته، انت تلعبت وانت مش صح، انت اخذت اشي بغير حق. انت بتحكي لحالك، لاحظ وركز، هاي اهم نقطة بالفيديو، انت بتحكي لحالك انت متلاعب، انت كذاب، المنطق بيحكي لك هيك ونفسك بتحكي لك هيك. تعمقنا بالموضوع، نيجي نسأل سؤال بسيط جدا هون بعد ما فهمت هاي الحيثية. كم مرة بتكذب باليوم؟ فلنفترض 5 مرات، مع انه الكذاب بيكذب اكثر من هيك بكثير كل يوم، بس خلينا نفترض 5. انت ضميرك 5 مرات بصحى وبتف عليك وبروح، هيك باختصار بصير فيك 5 مرات في اليوم او 1000 مرة في اليوم، بعرفش قديش انت بتكذب. طب تمام، بما انه انت لساتك قاعد في الفيديو فانت عارف انه في كلام صح هون قاعد بصير. انا مش جاي هون لاقيمك ولا احكي لك انت صح ولا انت غلط، كل واحد حر باللي بيعمله، وكثير ناس من اللي قاعد بتحضر راح تضلها زي ما هي، لكن في ناس بدهم حل. اي والله اليس جود في جيت سوي بيسوي منوخ معنا شنو غوص انا هلا حبيبي. هذا الشاب لساته بيشتغل بالمطعم اللي كنت شغال فيه ابطال، تذكروا المطعم؟ ما علينا، نرجع للانسان اللي حقيقة هو في داخله عنده خلل وحاب يصلحه، حاب يصلحه، هذا اهم اشي. كل البشر عندهم خلل، فيش حدا كامل. انا ببشرك يا صاحبي قسما بالله بانه انت لما تكون، خلينا ناخذها بهاي الطريقة، اذا بتاكل بهدلة من شخص اخر، خلينا نحكي من شخص اخر وبطريقة موضوعية، اذا شخص اخر بهدلك 5 مرات في اليوم، انتقدك 5 مرات في اليوم، راح ينعكس هذا الاشي على شخصيتك. فالكذب وجوده في حياتك قاعد فيها زي الفيروس، لانها ضاغطة على الضمير، ضميرك كرهان حاله. الضمير ما بيموت، ما تفكروا ان الضمير بيموت، الضمير هو اللي مموت كثير اشخاص منكم، لانه انت شخصيتك مش قوية قدامه، ضميرك صاحي وشايفك قاعد بتعمل عكس اللي انت لازم تعمله. وهذا الاشي بكل حياتك مش بس بالكذب، لازم تكون صادق باللي قاعد بتعمله. فاعتقد صار واضح للجميع انه الكذب اشي راح يدمرك انت، لانه واحدة من تبعاته واهم تبعاته بالنسبة لك انه ضميرك بيضله يحدثك. للعلم صوت ضميرك بسوى كل البشر، لانه انت مقيم نفسك وعارف انه في صراحة، في صدق من هون. هذا الصوت يا صاحبي والله بيقتلك، فعشانك وقف كذب. ولعلمك اذا بتوقف كذب وكنت عن جد بدك تكمل حياتك بدونه، راح تعيش بدون ستريس، مش راح تكون مدين لحدا. كثير من الناس اللي بتكذب ما عمرها سألت نفسها ليش انا بعمل هيك، ما في طريقة ثانية اعيش وانا مش مضطر اكذب. هذا بيرتاح اذا ما بدك تكذب. اللي بيكذب بيعرف انه اوقف كذب هذا الاشي بريحه من داخله، بريحه، بس مش قادر يتخيله. انت في نهاية اليوم مش مجبور تكذب، بس هسا وصلنا للحبكة لكل الموضوع. في منكم غوصين بالكذب لدرجة انه غلط الان يوقفوا كذب، وانا بدي اعطيك حل، بدي اخليك تطلع من الفيديو بحل. وعارف انه في ناس مغوطة كثير بالكذب، جيبوا ورق، لانه الاشي الوحيد اللي بآمن فيه انه بنشهد عليه ورق، وجيبوا قلم، وانا بحكي ورق عشان تكتبوا عليها عدد الشغلات اللي انتم بتكذبوا فيها وتقللوا. فهيك انتوا بتعملوا اللي عليكم لتوقفوا كذب ولتعيشوا الجو اللي عايشه الانسان الصريح، الانسان اللي مش مدين لحدا بإشي لانه صادق مع نفسه، لانه لما ارضى ضميره بطل ينبه، وهيك بتطفي نار الكذب. فالخلاصه الحياه هاي
عبارة عن لعبة، وإحنا هون بنلعبها صح. وفي هاي اللعبة يا إخوان اللي مش صادق مع نفسه ما بيقدر يلعبها. بدك تكتب ورقة وبدك تنفذ اللي عليها بكل بساطة، هذا هو الموضوع. والله الدنيا لعبة، بس اللي بدك تكتبه على الورقة هل أنت صادق تعمله كله؟ عشان هيك معظم الناس بتوقع، لأنه ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على سراب سينهدم. واحد زائد واحد يساوي اثنين. الصدق مع النفس هو من أسهل الشغلات اللي أنت الآن تقدر تعملها، وبيغير حياتك وبرتاح ضميرك مرة واحدة. إيش الآن إذا بتنويه برتاح ضميرك؟ الله بيقول لك اعمل بس اللي عليك. هذا اللي أنا بعرف، وأنا ما بفهم في الدين، بس أنا بعرف في ديني إنه ربي بيقول لي اعمل اللي عليك. إذا كنت مسيحي اعمل اللي عليك، شو ما كانت ديانتك اعمل اللي عليك، هيك ربنا بيطلب منك. فاعمل اللي عليك زائد أزق مع نفسك، يعني اعمل اللي مكتوب على الورقة كل يوم، وما تكذب على حالك وتغمض، امشي بالمسطرة. إذا مش فاهم كيف تعمل هذا النظام كلياته، أنا عندي نظام إلك. روح على قوائم التشغيل بتلاقي كورس اسمه منهج اللعبة، بفهمك بالضبط كيف تمسك الورقة والقلم وتمشي فيهم صح بإذن الله تعالى. فهيك أنا ما تركتك غير أعطيتك حل، والله يشهد عليك إذا وصلتك الرسالة إنك تنفذها، لأنه بس هيك أنت بتلعبها صح. عاشوا الأبطال، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. السلام عليكم.